السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم حسن عباس علي المهلاوي، جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، قسم تقنية المعلومات، الفرقة الخامسة تقنية المعلومات. هقدم لكم برزنتيشن بعنوان الداتا مايننج من كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، تنظيم البيانات في إدارة الأغراض الزبون. ما هو المقصود بالسي ار ام؟ هو عملية اكتساب العملاء المربحين والاحتفاظ بهم من خلال تحليل معلوماتهم وفهم متطلباتهم. ومن خلال التعريف يتضح لنا أن CRM هي عبارة عن المدير لعلاقة الزبون مع المنتجات بالمنظمات التجارية، حيث أصبح حاليا من أسرع وأكثر التقنيات نموا، وهو تطبيق تنقيب البيانات في إدارة علاقات الزبون. يتكون CRM من القوة التسويقية، المبيعات، خدمات الزبون، حيث تمثل CRM حلقة الوصل أو العنصر الرابط بين الزبون وأعماله التجارية. دورة حياة الزبون أي هي المراحل التي يمر بها الزبون، تتكون من الفرص، ما هي فرصة وجود السوق الهدف بالنسبة للزبون، الاستجابة، من هم الزبائن الذين يكون لديهم الاستجابة نحو سلعة معينة أو خدمة معينة. الزبائن النشطون هم من يستعملون السلعة أو المنتج حاليا. آخر مرحلة من دورة حياة الزبون، الزبون السابق، وهو الزبون الذي يكون لديه متأخرات سابقة أو تكلفة عالية في عملية البيع والشراء. ما الذي يريده المتسوقون أو أصحاب العمل؟ هو زيادة دخل الزبون وزيادة الربحية بالنسبة لهم. هذا يترتب عليه زيادة نسبة المبيعات وإعادة الشراء، المحافظة على الزبون أطول فترة ممكنة، وهذا لا يتم إلا من خلال تطبيق الداتا مايننج. ما هو دور الداتا مايننج في CRM؟ هو تحديد سلوك الزبائن في منطقة محددة. 2. البحث عن أشخاص آخرون لديهم نفس السلوك الشرائي في هذه المنطقة، ومن خلال هذه الرسمة يتم توضيح دور الداتا مايننج في CRM. الداتا وير هاوس تمد الداتا مايننج بملف الزبون، والداتا مايننج تقوم بتحليل متطلبات الزبون. ما هي معمارية الكاستمر ريليشنشيب أو CRM؟ معمارية الكاستمر ريليشنشيب هي بدأت علاقة الزبون عبارة عن منهجية خدمات الزبائن الذين يستعملون الاتصال الفعال لفهم سلوكهم، ولهذه العملية غرضين أساسيين. الغرض الأول هو عبارة عن التعرف على كل السمات التي تؤثر على المستهلك، وبالتالي تؤثر على رضا الزبون وزيادة الربحية أو زيادة رضا الزبون وولائه. أما الغرض الثاني هو زيادة الربحية بالنسبة للشركات أو المنظمات العملية في مجال التجارة. الكاستمر ريليشنشيب أو هذه المنهجية لها مجموعة من الأسئلة التي يجب أن نجاوب عليها. أولا، من هم الزبائن المربحون لي ولماذا؟ ثانيا، ما هي الأشياء الأكثر فعالية؟ ثالثا، أي نوع من الزبائن لدي؟ نوع المنتج الجميل. رابعا، ما هي الأشياء التي تجعل الزبائن يسحبون إلى المنافسين بالنسبة لي؟ خامسا، كيف لي أن أخلط الفرص مع تأمين الربح الأعظم بالنسبة لي كمؤسسة؟ هذه الأسئلة كلها مع بعض لا نستطيع الإجابة عليها ما لم نكن مستخدمين CRM لإدارة هذه العلاقة الإدارة وعلاقة الزبون. CRM منهجية CRM ساعدت أي في استخدام
تخلي المعلم قاعدة البيانات الضخمة، عشان كل هذه المواصلات على قاعدة البيانات الضخمة تحتوي على بيانات جميع الموظفين المتجردة لهذه المنظمة وغيرها، وبالتالي لا أستطيع أن أحصل على هذه جميع هذه المعلومات المفيدة لهذه البيانات مع بعض ما لم أستخدم الداتا مايننج مع السي آر إم لأحصل على المعرفة المطلوبة. من وجهة نظر السي آر إم أو المعمارية للسي آر إم يجب أن تكون هناك ثلاثة مكونات. المكون الأول السي آر إم التشغيلية أو الأوبريشنال سي آر إم اللي هي بتقوم بمعالجة تعاملات العمل للزبائن مثل نقاط البيع وأيضا قنوات التواصل مع هؤلاء الزبائن. السي آر إم التحليلي هو عبارة عن تحليل البيانات التي تم خلقها وتوليدها من السي آر إم وأيضا إنشاء طرق عملية للتعامل مع هؤلاء الزبائن. السي آر إم التعاون أو الكولابوريتيف سي آر إم مدى التفاعل مع الزبائن وذلك من خلال الإنترنت أو الكراك سيلز اللي هي عبارة عن عربات البيع المتجولة. بالرسم التالي أوضح لي هيكلية السي آر إم حيث يكون لدي الداتا سورسز اللي هي عبارة عن الكونتاكت هيستوري، الترانزاكشن هيستوري، الكاستمر بروفايل اللي هي عبارة عن شنو؟ كل هذه عبارة عن بيانات المستخدمين أو الأشياء التي تدور حول المستخدمين أو الزبائن. عن طريق الـ ETL Tools يكون لدي الماركتينج داتا ماب اللي هي عبارة عن شنو؟ قواعد التسويق اللي هي ماركت داتا ديسيجن. يلا أنا محتاج مني شنو؟ الـ CRM عشان نقدر عليها شنو؟ تحديد معركة معينة لعملية التسويق لهؤلاء الزبائن. من خلال الـ CRM ومع داتا مايننج استطيع ان اعمل الكوميونيكيشن كانلز او الكوميونيكيشن كانلز اللي هي عباره عن الدايركت ميل واللي هي عباره عن الايميل المباشر وغيرها من الادوات الاخرى الانترنت الايميل وغيرها من الادوات. هذه هي هيكله السي آر إم. ما هي كيف لي افرق بين السي آر إم والبي اي اللي هي البيزنس انتليجنس الاعمال الذكيه؟ كلامنا عن تخزين البيانات ليس هو المقصود به عبارة عن عملية السي آر إم أو مدينة العمل الذكية، ولكن عملية تخزين البيانات أو الكلية القدرة في الوصول إلى البيانات التي هي عبارة عن أساس الأعمال الذكية والتي تعتمد عليها السي آر إم، يعني ده مقصود بجنون البيانات التي تكون في العمل الذكية والعمليات التجارية حتى توضح أثر العملاء في هذه العملية التجارية. البروبلمز الموجودة في السي آر إم تولز أو أدوات السي آر إم في ثلاثة مشاكل موجودة في معمارية السي آر إم. المشكلة الأولى مثلا في تمييز الزبائن الأكثر ربحية من غيرهم، يعني تحددين شنو هؤلاء الزبائن هم أكثر ربحية وبالتالي شنو بيكون لديهم صفات أو مميزات معينة. المشكلة الثانية إغلاق حلقة المعلومات حول المتوسط الثاني، وده بيؤدي إلى شنو؟ عدم اكتساب معرفة جديدة أو إضافة على المعرفة القديمة. ثالثاً تزيد من قيمة الزبون المحسوسة أي توضح لي أثر الزبون وتأثيره على وتأثيره على بيئة العمل أو المنظمة العملية الربحية. ما هو دور الداتا مايننج؟ خلاص؟ طيب أنواع الداتا مايننج عند الداتا وير هاوس في السي آر إم. ما الذي تقوم به الداتا مايننج والداتا وير هاوس في السي آر إم؟ ما تقوم به اولا دمج بيانات العملاء، ثانيا بناء الداتا وير هاوس على اساس منهجيه معينه، التصرف بناء على البيانات وتحليلها، تحديد السي آر إم المناسبه وغير ذلك. اما ما لا تقوم به اتخاذ القرار على اساس الداتا مايننج دون معرفه الاعمال، تشغيل قواعد البيانات التشغيلية على الدي ام، بناء النموذج. ما هو دور الداتا مايننج في فعالية السي ار ام؟ أولا تعريف
مشكلة العمل، بناء قاعدة تسويق، عرض البيانات، إعداد البيانات النموذج، بناء النموذج، تقييم النموذج، نشر النموذج والنتائج. ولكن هذه التفاعلية لم تتم، لم يستطيع عن طريق الداتا مايننج الوصول إلى معرفة معينة واكتشاف معرفة حتى يبتدي بهذا هذه المعرفة بالصورة المطلوبة. ما هي؟ هناك ثلاثة أنواع للتطبيقات السي ار ام على هناك ثلاثة أنواع للتطبيقات الداتا مايننج على السي ار ام يواصلها معكم الجميل محمد عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخصص شبكة خمسة قطاعات الحكومات. وقت معرضات جميلة بالدرجة. أنواع التطبيقات الداتا مايننج في السي ار ام عندي ثلاثة أنواع. هي البريدكشن والسيسموس والاسوسيشن. البريدكشن بمعنى توقع الأعمال والسلوك المستقبل للعملاء. السيسموس مثل الهندسة لعمل الزبائن. الاسوسيشن تحليل وتجميع سلوك العمل. البرسوناليز اند كولابوريتيف فلترنج لفترة التخصيص والتعاونية. البرسوناليز بمعنى شنو؟ بمعنى وضع قواعد معينة في التسويق ودعم العمليات الشرعية. الكولابوريتيف أو التعاونية بمعنى تحديد سلوك الشرائي للزبون وديناميكية التسويق التبعية. مثال لذلك موقع أمازون. قال personalized need for a data warehouse support CRM. مثال لذلك عندي مثال بسيط اللي ربما مثال بسيط حدث في بنك النرويج في أحد الفروع. حدث عام 1990 اللي هو تعطل العمل وعدم تعطل في العمل وعدم المقدرة على تسجيل جميع جهازات الزبائن، مما اضطر إلى ترجيع العمل للفروع الأخرى، وأدى ذلك إلى وجود مستودع لتخزين هذه البيانات الضخمة. عندي السيارة تيرمز أو اتجاهات السيارة. عندي اتجاهين. واحد دمج أدوات السيارة وأدوات البي آر بي. اثنين النمو بصورة كبيرة بناء على طلب الأعمال. الديبلوينج داتا مايننج أوف سيارة. وهو بمعنى نشر الداتا مايننج، نشر طرق نشر السعر مع طريق الداتا مايننج. عندي تدعى طرق وهي الديفاين ذا بروبلم تعرف المشكله، ديفاين ذا يوزر، سيلكت ذا داتا، البريبيرنج داتا، والمايننج ذا داتا، والديبلوي ذا دبلوم ذا موديل، والتيك بزنس اكشن، والامبلمنت كواليتي اسورسنس، والاديوكيت اند ترينينج يوزرز. هتحدث عنها بالتفصيل. واحد define the problem. define the problem أو تعريف المشكلة. define the problem أو تعريف النموذج الناجح أو اللي في المشروع ذات معاني ناجح أن يكون واضح المعاني منتج غير إضافية تمثل حل للوقت الراهن والأعمال التجارية. اثنين define the user أو تعريف المستخدمين. تعريف المستخدمين كان بعد تعريف المشكلة ينطبق تحديد من هم الذين يستطيعون استخدام النظام عند اكتماله، وبالتالي ما هي المخرجات والبيانات مخرجات البيانات التي يستفيد منها المستخدم. عندي ثلاثة أشياء يجب معرفتها أو يجب عملها لتعريف المستخدم. واحد اختبار البيانات. اثنين استخدام النظام.
ثلاثة فهم نموذج الداتا ماين أو فهم الداتا ماين عموما. نمرة ثلاثة عندي سيلكت داتا اختيار البيانات. وهي من الخطوات اختيار البيانات. أول حاجة من خطوات تعريف البيانات في المصدر، ما بحتاج لكل المصادر أو كل الريكوير أو التقارير. قال غالبا أنا بستخرج البيانات من مصادر النظام. عندي أنواع الكاستمر تاكس أو كاستمر داتا أو أنواع البيانات ثلاثة. واحد وصف المستخدم أو وصف الزبون. اثنين وصف ماذا أعمل للزبون أو وصف احتياجات الزبون، وبيتم ذلك عن طريق الترويج. نمرة ثلاثة استخدام أو معرفة رد فعل الزبون تجاه التصوير أو لمنتج محدد. الوصف الزمني في مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى حماية الجوعيني وليد علوم حضرة طوارئ معلومات المستوى الخامس. أنا أتكلم في مواطن كلام الزميل محمد علي عن مرحلة معالجة البيانات أو تركيز الداتا. هذه المرحلة لازم تمثل لنا حوالي 80% من إنتاج المبيعات الرقمية، وبتقوم بتوفير البيانات المفيدة التي تستخدم في المشاريع الرقمية. تغيير مستويات التكاملية بتاع البيانات. هذه الخطوة بنحدد المصادر للبيانات ذاتي، ودي بنسميها ثلاثة أنواع أو ممكن تقسم الزبائن لثلاث أنواع. النوع الأول المصرفي والزبائن أو العملاء الدائمين. النوع الثاني المصرفي التسويق والمبيعات ذاتي اللي بيقدمها للزبائن. النوع الثالث هو هي التمويل في البيانات. المرحلة اللي بنسميها أسهل وأقصر مرحلة تضم تطبيقات إحصائية وأدوات الذكاء الاصطناعي عشان نقدر نمشي النماذج الرياضية بتاعتها. نجي لنشرة النموذج وتعريف لتعريفه وتنفيذ العمليات الرياضية والنظم التشغيلية عشان نقدر نحسن دي تاني الجراح بتاع الأعمال. بنستخدم نموذج المش عشان ما نقدر نحدد نتائج محسنة للمشاريع بتاعت الأعمال بتاعتي بتتم تحديد وصلة النتائج لكل عمل. دي مخطط ضبط وضح لنا خطوات تنفيذ تنظيم البيانات. تبين نموذج المعلومات اللي هو يكون منضم لنا معرفة مسبقة زي الاكتشاف بتاع البيانات بتاعتي. بعد ذلك بنعمل التحقق من البيانات بتاعتي، ثم بعد ذلك بنعمل نشر البيانات. دي تاني المرحلة قبل الأخيرة اللي هي مرحلة تنفيذ ضمان الجودة أو ضمان الجودة بتاعتي. في كل المشاريع بتاعت الدولة هاي المفروض يكون نجيب ضمان الجودة. أنا بالنسبة لي مرحلة مهمة بتتصل على أو بيقوم فيها واحد من الأعضاء بتاعت المشاريع بتاعت الدولة هاي. دي آخر مرحلة اللي هو كيف أقدر أدرك المستخدمين التانيين. لازم أتذكر في المرحلة دي إن المستخدمين التانيين دي بيستطيعوا استخدام نماذج ومقاييس دي كلها عشان نقدر نوصل لتصور محدد ونتائج معينة أو معرفة محددة. وبيكون اهتمام ببعض الأمور أو ثلاثة حاجات من المفروض يهتموا بيها. الحاجة الأولى هي وصف لقواعد بيانات العملاء المتاحة، والحاجة الثانية كيفية عملية التنظيم من كيف يجي ولا ناخذ من البيانات في النظام بتاع العلامات العلوم.
بالسي ار ام في الداتا مايننج او الداتا مايننج في السي ار ام. يعني يقول يعني اذا كل ما